سؤال. برحب بكل مشاهدي ال بي سي اي والال دي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا. صار وقت اللوتو. اذا كنتوا عم تحضرونا بلبنان او اذا كنتوا مسافرين ما عندكم حجه، لازم تكونوا متكسين ومنمرين لهيدا السحب بكل مراكز ليبانيز دي جو على ال 10/20 او على الابلكيشن اللي صار فيكم تنزلوها مجانا على سيلولاراتكم، واكيد السيلولار بيكون بايدكم اذا كنتوا بلبنان او خارج لبنان، حتى على الويب سايت lldj.com كمان اذا كنتوا بلبنان او خارج لبنان، اذا عايشين برا او اذا هلا رحتوا السياحه بفصل الصيف. على كل حال للجميع بتمنى الحظ الموفق، لانه اليوم الجائزه عاليه، الجائزه حلوه كثير، وفينا الليله نقول مثل مليارين و 287 مليون ليره. قد ايه حلوه هيدي الجائزه، جائزه المرتبه الاولى للوتو اللبناني لليله. بالنسبه للمرتبه الثانيه ما في تراكم، الجائزه بتكون حوالي 140 مليون ليره، والليله زيد سبيسيال، يعني الجوائز كلها بتكون مضاعفه. رقم السحب 1633 لليله الثانيه 23 تموز 2018. قبل ما نشوف شو معقولة يكونوا الطابات الستة الأساسية مع الطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية، هول الطابات يلي بغيروا لكم حياتكم ويلي من خلالهم فيكم تكونوا مليارديرية مع اللوتو اللبناني، بدنا نرحب مثل العادة بعضو الرقابة ومندوبة وزارة المالية على أعمال وصحوبة اللوتو. أهلا وسهلا فيك مدام ترازي مسلم. أهلا وسهلا فيك زين. يلا من دون تأخير ننتقل أنا وياكم لمكنة اللوتو ومنشوف سوا شو معقولة يكونوا أرقام هولي الطابات، طابات سحب رقم 1633. وأول طابة رقم 11. الطابة الثانية رقم 14. الطابة الثالثة نحن بانتظارها بتحمل رقم 36. الطابة الرابعة رقم 40. الطابة الخامسة. الطابة السادسة رقم 9. والطابة السابعة الإضافية، طابة المرتبة الثانية لليلة رقم 1. في ناس معودة تتكس نفس الأرقام على طول، في ناس معودة الكيو بي يختار لها أرقامها أو العشوائي، فما بتفرق، بفهمكن حسب أنتو شو معودين، بس بالنهاية هيدي لعبة حظ، هو وقت الحظ يكون إلى جنبكم تتغير كل حياتكم. رح ننتقل أنا وياكم هلأ للعبة الثانية، لعبة زيت. بتمنى عليكم ما تكونوا خزقتوا شبكاتكم في حال عصبتوا أو ما مشي الحال مثل ما صار معي أنا هلأ. نشوف طابات زيد هلأ شو رح بيكونوا أرقام زيد لليلة. الخمس طابات، أول طابة رقم 5، الطابة الثانية رقم 0، عم نرجع لورا ليكتمل الرقم كمان 0، تسعة، وأول طابة 6. 6 9 0 0 5، هيدا رقم زيد لليلة. أكيد المكنة اختارت الرقم مباشرة على الهواء من استديوهاتنا بقدمة
وانتم تبعتوا معنا السحبه. هلا بيبقى نعرف النتائج، بنعرف اذا بدنا نعرف اذا في حدا صاب اهم شيء الليله المرتبه الاولى باللوتو اللبناني، واذا في حدا قدر الليلة ربح أو أكثر ممكن تتقاسم الجائزة الليلة المليارين و287 مليون ليرة، هيدي المرتبة الأولى باللوتو اللبناني، و75 مليون ليرة هيدي المرتبة الأولى بيزيد. كل التفاصيل رح بتكون بعد البريك، لاقونا. I'm a traveler. But not any kind of traveler. I'm not a tourist, nor an adventurer. I love my comfort. Being pampered. Connected everywhere I go. But I dislike the routine. The extraordinary is what attracts me. Constant surprises. Exclusive entertainment. Yes, I love my little privileges. Why not? If I can get all that with a simple card in my hand. S Jebel El World Cards. Get more from your destinations. أدوار الدراما ليها فضل كبير في نجاحي. في الحقيقة بحب الحياة وبعشق الألوان، وده بيبان من لبس. في الأول كنت مضطرة أختار، يا إما أشيل البقع الصعبة يا إما أحافظ على رونق هدومي، لكن مع أريال باور جل مش محتاجة تنازل. أفضل جل بلبنان لإزالة البقع. غسلة بعد غسلة بتجردي شعرك من قوته مع الشامبوات العادية، بينما بانتين يلي بيحتوي على برو فيتامين بقوي شعرك كل ما تغسلي. خلي قوة شعرك تبدأ مع بانتين. بانتين، لأن القوة جمال. جديد ولأول مرة من داوني، عملي بمجال تصميم الأزياء بخلي أيامي طويلة وصعبة، بس أنا عندي سر صغير بخليني دايماً جاهزة ومش بحاجة جدد عطري مثل غيري. مجموعة عطور داوني الجديدة بشكلها وتركيبتها الفريدة بتمنحك عطري دوم أطول من العطور الفاخرة لتكوني دايماً بأحلى طلة. مجموعة عطور داوني الجديدة. شكلي طالع من الدجاجة المنتوفة وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شي تعير عينيا. كسوسو ماما بلش هالعرس؟ فيه وبلا يتجوزوا. ريحة بونكس الجديد ما قالك قلب تتركيها، لأنه بيعطيك نظافة، ريحة بتضاين ثلاث مرات أكثر وبسعر أوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. Looking to start an exciting career in the beauty industry? Join us at LAB, Lebanese Academy of Beauty, Makeup, Cosmetology, Skincare, Manicuring, Hairstyling, and much more. Enroll today and do what you love with the Lebanese Academy of Beauty. Biblos International Festival with the support of IBL Bank presents Taria Terenen on Monday, August the 6th. Of the opera is here. Tickets on sale at ticketingboxoffice.com and all branches of Virgin Ticketing. هلا فيري بيقود إزالة الدهون يوفر حماية للسفنجة ضد البكتيريا. صار وقت تقولي كفاية كفاية ملونات سيليكون وجلوتين، صار وقت تعيش الطبيعة مع هربل أسنسز بايو رينيول الجديد الخالي من الملونات السيليكون والجلوتين والغني بزيت الأرغان والياسمين ليعيد الحياة لشعرك من الجذور للأطراف. عيشي هربل أسنسز بايو رينيول الجديد، عيش الطبيعة. لشو يعني أنا لابس أرنب مش سوبر هيرو؟ يمكن لأنه المسرحية عن حماية المزرعة. هلا أكيد مش رح تلبسني. هالحكي زمان، لأن مامي صارت تستعمل تايد بقوة المبيض اللي رح ينطفه ويخلي بياضه أنصع. شو مهدوم؟
مع تايد في الغسيل ما في مستحيل. فيك توقف من وقت لوقت، فيك تفكر ترجع تفكر عن جديد، فيك تشك وتراجع حساباتك، فيك تخاف وتسأل حالك مية سؤال، فيك تقلق وما تقرب، فيك تنطر بس ما تطول. رجعنا معكم لحتى نتابع اللوتو، واكيد صار وقت نشوف التابلو ونعلن عن النتائج، ولكن قبل بنتاكد من الارقام واكيد بنرجع لعندك مدام سلمى. تفضلي. صاحب لوتو رقم 1633 لليوم الاثنين 23 تموز 2018. الطابات الست الاساسيه 11 14 36 40 7 9، والطابة السابعة الإضافية بتحمل الرقم واحد. هول هن الأرقام تأكدنا منهم، خلينا نشوف أنا وياكم التابلو ونشوف إذا في حدا أو أكثر أو معنا حدا بالمرتبة الأولى. شو وضع المرتبة الأولى؟ للأسف ما في حدا بالمرتبة الأولى، إنما بالمرتبة الثانية ألف مبروك، في عنا شبكة واحدة بتربح بالمرتبة الثانية وبتربح المبلغ الكبير يلي هو حوالي 105 مليون ليرة. ألف مبروك لهيدي الشبكة، بعد شوي بنعرف من وين ربحت. بالمرتبة الثالثة في عنا 34 شبكة، وكل شبكة منهم بتربح حوالي 1,700,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,417 شبكة، وكل شبكة منهم بتربح 41,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 19,900 شبكة، وكل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة. من وين ربحت الشبكة المرتبة الثانية؟ مكتب رقم 2145 من وين؟ من عند ميني ماركت عبود بتحويطة النهر بفرن الشبك. ألف مبروك لهيدي الشبكة، ويا رب تتهنوا بالمبلغ اللي صار لكم من لليبانيز ديجو. رح نرجع لعندك مدام سلم، لو سمحت تأكدينا من رقم زيد. تفضلي. صاحب زيد رقم 1633 تاريخ 23/7/2018، الرقم الرابح 69,005. هيدا الرقم الرابح يلي اخترته المكنة يلي بربحكم الليلة، مثل ما ذكرت 75 مليون ليرة بالمرتبة الأولى، والجوائز الباقية مضاعفة. المرتبة الأولى شو وضع بزيد؟ واو، في عنا ورقتين بيربحوا بالمرتبة الأولى وبيتقاسموا ال 75 مليون ليرة، يعني كل شبكة منهم تربح 37 مليون ونص. الورقة أو كل ورقة بتنتهي بالرقم 9005 تربح 900,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 005 تربح 90,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 05 تربح 8,000 ليرة. من وين ربحوا زيد الليلة؟ من مكتب رقم 1521، من مطعم المير بمروكوز بالدكوينه. الف صحتين اكلوا اكيد، وربحوا ربحوا اللوتو زيد تحديدا 37 مليون ليره ونص. الورقه الثانيه من وين؟ مكتب رقم 2460، من سوبر ماركت زدري بحر حريك، راحوا عملوا شوبينج تودعوا للبيت وربحوا كمان 37 مليون ليرة ونص ب 1000 ليرة. ألف مبروك للجميع، إن شاء الله يا رب بتتهنوا بالمصريات وبتصرفوهم بالهنا، وهيك إن شاء الله الباقيين كمان يتشجعوا ويصيروا يلعبوا زيد، لأنه مثل ما عم بتشوفوا زيد دائما عم بيكون في عليها ربح كثير. مدام سلم، اليوم من ربحت المرتبة الأولى باللوتو عم تتراكم، وهيدي الإجة عم كرمالها عم بتزيد أكثر وأكثر، والمبلغ عم بيكبر اكثر واكثر. قد ايه رح منكون ان الاراد نهار الخميس؟ ان الاراد رح بالمليارين و400 مليون. واو شو حلوين. اكيد مليارين، مليارين و400 اكيد فوق كمان، يعني تقريبا مليارين و500 مليون ولا 450؟ بين الاثنين، يعني جايزه كثير حلوه بانتظاركم نهار الخميس. المرتبه الثانيه، المرتبه الثانيه اليوم ما في ربحت، ما في تراكم، بتكون فوق ال100 مليون ان الاراد. فوق ال100 مليون، وبالنسبه للذي صاحب عادي بس اكيد رح يكون فوق 30 مليون. اذا هول هن الجوائز سمعتون من مدام سلم، ما لكم غير التاكسو لوتو، وتنطرونا نهار الخميس بنفس التوقيت. باي باي.
المفاتيح هون، صورة الولاد هون، تليفوني هون. أكيد ناسي البورتموني بالبيت. شو صار له؟ تونت وداد، ما عندك إي بلوم؟ إيه عندي. يعني فيك تدفع ببلوم باي لأنك واصل بطاقات بلوم فيزا الدبت والكريدت على تليفونك. ليك شو هيني، وعينك يا سميرة تشوفي. إي بلوم.